انه تقرر المواطنين اللي عندهم فوق 25 سنة يتوجهوا لمراكز ديال التلقيح يدوا البطاقة الوطنية ديالهم واخا يكونوا ما ساكنينش في القنيطرة. ايتنا استنا المواطنين والناس دارين لا 25 سيكي غادي يسكن الفاكسان والناس ويسكن الفاكسان قبل يدو غير يسكن حافظت مسافة الأمان. ايتماتنا استماتنا ادماتنا كانت مسافة الأمان أبهر ونود بالنظافة ونور يسكن الفاكسان إذا يسكن 25 رجي أسكن لي فاكسان الفرخان تفرخين كل شيء غادي يسكن الفاكسان حافظت مسافة الأمان تعاونت السلطة تعاونت الضيقة والنون باش نحيد الأزمات عاونت أختي ميك ورقمك كان المواطنين حافظت مسافة الأمان كرات لي فاكسان ونميت دالوقت يدو أن ينتا ديسبونسير إلا المستوصف زايد أكثر أكون كل حفظ ربي راه السلطات المحلية ولا الأمنية وحنا كمجتمع مدني إخوان ديال الصحافة اللي كيواكبونا باش كيشوفوا الحالات الله يخليكم إخوان ديالنا اللي كيبيعوا ويشريوا يعملوا الكمامات ديالهم إخوان اللي في المقاهي يعملوا الكمامات ديالهم الإخوان اللي كيخدموا في المقاهي الله يخليكم الإخوان اللي عندهم فوق 25 سنة يمشيوا لمراكز ديال التلقيح وحتى الناس اللي جاوا عندكم في هذه العواشر كذلك تاهما الله يخليكم يمشيوا يديروا التلقيح ديالهم. ايتما استما المواطنين اجات مسافة الامان واللي يسكن الفاكسان يسكن الفاكسان حافظات في الكمامة حافظات في التباعد الاجتماعي والنور يسكن الفاكسان مقاري جاي مزي خارج قنيطرة يسكن الفاكسان بالنسبة للشباب فوق 25 عام سيكي الى ضروري هذا يسكن الفاكسان تعاونت ديدنا تعاونت دخفة والنون تعاونت السلطات المحلية هان للخركة كلنا رايم ونكني ولا كني أكون كل حفظ ربي وخصوصا هذا الحي ديال الصياد اللي الحمد لله ما كانش فيه شيء بزاف ديال الفيروس من الكورونا الأولى ولهذا الله يخليكم كنطلبوا منكم باش تعاونوا معنا انتم كتشوفوا كسلطة محلية وكمجتمع مدني وكصحافة وكجمعيات كنعطيكم اليد ديالنا وانتم تعطيونا اليد ديالكم من اجل التعاون على البلاد ديالنا. كيمشي ليه يدي غير لاكارت ديالو البطاقه الوطنيه واللي بعيد كاع من هنا اللي ما كاينش من مدينه اخرى يدير التلقيح حتى هو حتى الجاليه حتى هي من حقها دير حتى هي التلقيح. الله يجازيكم بخير توجهوا للمراكز كاع اللي قرب لكم ديروا التلقيح بلا رونديفو بلا ما تشوف ديك البطاقه اللي عندك سميتو في التليفون غير سيروا وراه عندكم لاكارت ناسيونال ديالكم وديروا التلقيح. اللي ما داروش ونساو ولا شي حاجه يمشي لاي مركز قريب ليه. كنشكروا الاخوان ديالنا كاع المنطقه ديال ود وجيه اللي كنا الاخوان ديالنا في العلم ديالكم كنا كيجيناو شي اخبار دابا الان غير ساره تقريبا راه شي 300 واحد ديال الموتى ما نكونوش مبالغين ولكن هذه الحقيقه هنا الان حنا معكم وعندنا الاخوان ديالنا والاصدقاء ديالنا في ولاد ولكن كيهمهم الشباب اللي عنده فوق 25 عام يتوجه للمراكز ديال المراكز ديال التلقيح. الناس اللي ما تحت لهمش الفرصه الان وكانوا داروا موعد حتى هما يمشيو الله يخليكم نكونوا في المستوى ونتمناو التوفيق. ماشي تقولوا خرج بحال هكا تصدقوا هذا البوز اخواني المواطنين حنا كنا في الفيديو الوسائل ديال النقل معروفه الله يخليكم الشباب ديالنا اخوان الاخوات ديالنا يمشيو يتوجهوا للمراكز ديال التلقيح المختلفه لان حاله الطوارئ يا رجل حاجه الصحه مازال عندنا حتى حاجه باش نتفرجوا معنا وانسان خصو يعرف القانون ديال البلاد ديالو واخا الانسان يعمل اجراءات قانونيه السلطة المحلية هذا راه ماشي في صالحنا حنا كمجتمع مدني كجمعيات وكصحافة وكسلطة محلية وكمجتمع مدني خرجنا باش نوعيو الناس هاد الناس خصهم يتعاونوا
ولكن حنا قلنا لكم في اللوحة حنا جينا كنعاون المواطنين، وخص المواطنين يكون كيتعاون مع السلطات المحلية باش ما ناخذوش شي إجراءات. الله يجيكم الإخوان ديالنا اللي خدامين في المقاهي، الله يخليكم ديروا إخوان الكمامات ديالكم، الله يجازيكم بخير، ديروا الكمامات ديالكم، والناس اللي خدامين في القهاوي وفي الباتيسريات كيستقبلوا الناس، ديروا الكمامات ديالهم ويديروا التباعد الاجتماعي، والله يخليكم ديروا في المستوى ديالنا، الله يجازيكم بخير. إخواني المواطنين والمواطنات، الله يخليكم، الله يخليكم باش يكون في العلم ديالكم أن السلطات المحلية والحكومة وزارة الصحة خدات واحد الإجراءات اللي هي بسيطة، الشهوة اللي فاتت الحال ديال الكوفيد وما دارش هذيك التلقيح يمشي في أي مركز من المراكز، الناس اللي عندهم فوق 25 عام الله يخليكم حتى هو كذلك يديروا التلقيح ديالهم، الإخوان ديالنا اللي كيبيعوا ويشريوا يديروا لي بافيت ديالهم، ديروا الكمامات ديالكم، ديروا ودي الكمامه الله يرضي عليك، راه عاود يتبروا فيك، ديروا الكمامات ديالكم، الله يخليكم، الإخوان ديال المقاهي كنشكركم على داكشي اللي كتقدموا للمواطن، ولكن الإخوان اللي خدامين داخل المقهى وفي الكوزينات الله يخليكم عملوا، الله يخليكم عملوا الكمامات ديالكم، الله يجازيكم بخير. عنده داك الجواز يمشي يسافر به، ويعني من فوق 11، فوق 11 يتحملوا مسؤوليته، إلا اللي غادي يدوز الكونكور ولا اللي مريض. رخصة التنقل ونسكر الفاكسان هاني لا داس الجواز قبل ال 11 ديال ال 11 ديال ها النور داسي اللي ما نسيت تدا عاونات اخت عاون اخفاو النون اكون كل حفظ ربي ها المصلحه النون ادرا نتعاون نمشيو باش نلقحوا احنا الحمد لله راه وصلنا واحد 40% والمغرب كيراهن على 80% علاش من اجل المواطنين الله يخليكم اخواني المواطنين والمواطنات كنقول لكم اللي عنده 25 سنة يمشي يدير التلقيح ديالو، ديروا الكمامات ديالكم، ديروا التباعد الاجتماعي، الله يخليكم، لا ركبتوا في وسائل ديال النقر راه فيها 50%، ولهذا نهيبوا بجميع المواطنين والمواطنات باش ياخذوا الحذاء والحذر، الله يخليكم، راه حنا مازال عندنا حالة ديال الطوارئ، الناس اللي ما كديرش الكمامة وغير الكمامة واللي ما كديرش الإجراءات، الله يهديكم، نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يحفظكم.